بعد القراءة هنشوف رسالتك من ضمن الرسائل بتقول لك إيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. سورة التوبة برضو، سورة التوبة بفضل الله تعالى، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الكشف. شايف عندك هنا هتتحرر، هتحرر نفسك من علاقة سامة، هتحرر نفسك من بعض الأمور يا برد العقرب. بس حاول تستهم بصحتك شوية، حاول تستهم بصحتك. شايف في صديق عندك قديم، الصديق ده تعبان، في صديق عندك بيعاني وتعبان. أنا شايف عندك هنا في خلال إشارتين ربنا هيفك كربك. انت صبرت كثير يا برد العقرب، الصبر اصبر، لانك صبرت كثير فهتشوف قدامك طريقك باذن الله تعالى. ما تضغطش على نفسك قوي، وشايفك هنا ما تستحملش كثير، لانك استحملت كثير، يعني ما تاخدش طاقات ناس عليك او طاقات اشخاص عليك. حط النقط على الحروف، ما تظلمش نفسك، لانك ما تاخدش ظلم غيرك ليك، او يعني تاخد اذى حد ليك انت، لانها بتعمل لك توتر وتعب وطاقات سلبيه. شايف هنا في شغل او ترقيه في الشغل، او حاجه جديده تخص العمل، او ارباح تخص العمل، في حاجه قريبه، حاجه ديالك قريبه باذن الله فرحه. شايف حدا توصلك لهدفك وحلمك، بس شايف انعزالك عن الناس، وبترادع يعني تردع لحاجة حلوة. في حدا في مصلحتك أحسن إنك هتخلصها أو هتخلص منها. شايف هنا إن أنت هتغير من نفسك، شايف هتغير من نفسك، في حاجات كثيرة هتغيرها من نفسك. شايف يعني الفترة اللي جاية هيكون عندك في حدا بينك وبين الحبيب، عندك موعد أو لقاء بينك وبين الحبيب، أو فسحة ما بينك وما بين الحبيب، في ثقة ما بينك وما بين الحبيب يا برد العقرب. أنا شايف يعني هنا هيكون عندك ثقة بنفسك كمان. شايف عندك أمور هتتغير، هتتغير أمورك جدا، أمورك هتتغير بإذن الله تعالى. أنا شايف هنا في فرحة قادمة ليك، ممكن نقول من رسالة أو اتصال هاتف هيدي يفرح قلبك. أنا شايف عندك ثقتك هتردع بنفسك، هتردع ثقتك بنفسك تاني. أنا شايف بينك وبين الحبيب هيكون في لقاء، في علاقات هيكون في حياتك، هتردع وهتردع الثقة بنفسك تاني. شايف في سفر قريب منك، شايف في سفر قريب منك جدا. شايف عندك، بس عايزك تستحمل وقول يا رب، قول يا رب. كل الايام التعب اللي راحت كله ده هيعدي، وهتدخل في الطاقات الايجابيه والفرحه باذن الله تعالى. في حد هنا شاغل باله بيك يا برد العقرب، شاغل باله بيك، بصص لك في كل حاجه. في ناس هنا تبان قدامك كويسه وحبيبتك، من وراك منافقة وبتقول كلام عليك وبتزيد. شايفك هنا في شخص علاقة أو حب أو شخص ما بينك وما بين شخص دمر حياتك، تعب، عمل لك مشاكل، عمل لك تعب، عمل لك توتر، دخلتك في دوامة، تعبك دخلك في اكتئاب، في ضيق نفسي. علاقة هذه إن شاء الله راح تخرج من كل شيء بإذن الله تعالى. فضل وليس أمر لأحبابي في الله، دعموا الفيديو باللايك أحبابي في الله. بسم الله الكاشف. شايف الفتاة برد العقرب، شايف عندك تحسن في وضعك الفترة اللي داية يا فتاة برد العقرب. شايف خلي عندك حدود بينك وما بين الأشخاص، مش كل الناس اللي صافية النية اتجاهك، مش كل الناس اللي بتحبك. أنا شايفك إن أنت حاسة إن أنت لوحدك،
حاسة بالوحدانية، حاسة ما فيش حد بيساعدك، حاسة إنه ما فيش حد جنبك، حاسة بالوحدة، حاسة بالخنقة، بالخمول، بالضيق، بالكسل، بالإرهاق، بالتعب، حاسة بالتوتر، بالضيقة، شافية عادة عند دكتور أو شيخ بتعيد عنده أو بتعيد عند شيخ أو بتتعالجي من إشي. في حالة كنت فيها بحابة تخلصيها أو عايز تخلصي منها. بسم الله الكاشف، أنا شايف عندك خبر حلو، خبر مفرح بإذن الله، يعني هيديك فرحة أو طاقة إيجابية، يعني فهيعيد حياة كثيرة في حياتك هذا الخبر. شايف عندك هنا بسم الله الكاشف، هنا أنت قطعتي علاقة مع حد أو قطعتي علاقة مع، خرجتيهم من حياتك، خرجتيهم من برا حياتك أو خرجتيهم من حياتك، شايف بكل الطرق خرجتيهم. شايف عندك هنا في اتخذلتي من حد، شايف كنا اتخذلتي من حد أو اكتشفتي حد إن هو مش كويس أو كذاب اكتشفتيه. شايف هنا في أمور عندك ملخبطة، ما بقيتيش عارفة راسك من رجليكي، أو مش عارفة الحقيقة، لأنك انت اتخذلتي في ناس كنت خاطة فيهم ثقتك، كنت بتحبيهم واثقة فيهم، اتخذلتي منهم. هدي نفسك، أنا شايفك انت بتهدي نفسك برضو، وبتحاولي تطلع من اللي انت فيه. شايف أنا انت بتحاولي تقفي على رجليكي، بتقفي صح، أو بتحاولي تعيدي حساباتك صح. شايف يعني بدأتي ان انت تقولي خلاص انا عندي هدف هكمل عليه، عندي طريق همشي فيه زي ما انت ماشية فيه. شايف يعني هتكون ان شاء الله منصورة، هتكوني منصورة بإذن الله. شايف هنا عندك تركية الايام اللي داية، شايف عندك بشرة حلوة، شايف عندك هتقضي حياتك بإذن الله تعالى. كل الحاجات اللي انت يعني اللي شغلة بالك بقالها فترة أو بقالها مدة، شايف يعني إن بالك مشغول ببعض الأمور. شايف هنا يعني في معاملات الناس اللي عندك هنا، في ناس مش كويسة في حياتك، مش حابة لكم الخير، مش حابين لكم تكونوا مرتاحة أبدا، مش حابين لكم الخير، حابين لكم يعني إيه، حابينش الراحة اللي انتوا فيها. بس في طريق قدامي حلو، شايف في طريق هيكون حظك فيه، شايفك يعني الطريق ده اكمل فيه زي ما انت، شايف الطريق ده فيه رزق ليك وراحة وتحسن وخروج من هذا الطاقات، اكمل زي ما انت في هذا الطريق، لانك انت مش ظالم قلت العقرب، ولا انت ما بتحبيش الظلم، ما بتحبيش تظلم حد. شايفك هنا او شايفك عندك حسد، مبسوطين على ابسط الامور اللي في حياتكم، انتم محسودين. شايف هنا بس هيكون عندكم مستقبل حلو، شايف عندكم حاجات جميلة هتحصل معاكم، حاجات حلوة. بسم الله الكاشف، شايف خير قادم، رزق بإذن الله. شايفكم هنا انتم زعلانين على حاجات كثيرة في حياتكم جدا، شايفكم زعلانين، بس انتم الحاجات اللي انتم زعلانين عليها دي يعني يكون يمكن كانت خير ليك، يمكن كانت خير ليك. شايف يعني انت لكل اللي دخلتهم في حياتك كان جاي لك منهم شر، كان جاي لك منهم تعب، كان جاي لك منهم وجع قلب، جاي لك منهم كان ظلم جاي لك منهم، وانت برضه بتعافر. بسم الله الكاشف، في حد هنا تعبك، تعبك جدا، بس انت برضه بتحبه ومشتاق ليه. في حد هنا عامل لك مشاكل واذيك وظلمك. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الكاشف، فضل وليس امر احبابي في الله دعموا الفيديو باللايك. في حد ظالمك، في حد وقع عليك ظلم او ظالمك او افترى عليك بقالك فترة، هنا في حدا منتظرها، منتظر اوراق حكومية، منتظر بيع او شراء حاجة، او حدا منتظرها، في حدا منتظرها. بس الحزن اللي فيه انت اطلع منه،
لازم تطلع من اللي انت الحزن اللي انت فيه، جدد الطاقة بتاعتك، اخلص من التعب، من الضيق، من المشاكل، اخلص من اللي انت فيه، اطلع واخرج من هذا الطاقات السلبية. شايف يعني انت كدها وقدودي بإذن الله، وهتطلع من كل هذه اللي أذاك، راح يذوق كل التعب اللي انت فيه والمريت بيه. خلي بالك العيون مش سايباك في حالك، العيون محسود من أقرب مليك، حاطين عينهم عليك، حاسدينك على الراحة، على جمالك، على لبسك، حاسدينك على أبسط أي حاجة عندك. إن شاء الله تخلص من هذا العين والحسد. هنا مفيش حد حبيب لك الخير، وعشان كده دايما محسود، دايما بتبين يعني أحسن ما عندك. وانا اسيب لكم ان شاء الله في صندوق الوصف اللينك على هذا الحسد، على هذا الحسد باذن الله. شايف انه عشان الناس هنا ما عايزاش الشخص الصريح، ما عايزاش الشخص الصريح، بس انت عندك يقين بالله. بس انا شايف ان انت ثقتك قلت في الناس، وبقيتش عندك ثقة في حد، بقيت خلاص مش عارف بقيت تعمل ايه، بقيت حابب تكون لوحدك، ما بقيتش تتعامل مع حد. بس شايف في فرحة قادمة ليك بإذن الله تعالى يا عقرب، فرحة هتفرح قلبك وهتنشرح قلبك بإذن الله تعالى من هذا الفرحة. شايف يعني هتكتشف كل شيء قدامك، هتظهر كل حاجة. شايف هنا الكلام الرايح واللي جاي حواليك، ربنا يكفيك شر من الكيل والكال والأقارب شغلين بالهم بحياتك. أنا شايفك مريت بوعكة صحية بتمر بيه، هتخلص من كل هذه أمور ستحدث، وهتعرف كل شيء، هينكشف كل شيء من حياتك، هتكتشف وهتعرف. وخروج الشر من بيتك، هيخرج كل شر من بيتك بإذن الله. انا شايف برضو يعقرب في مبلغ مالي، نقوله مبلغ كبير، او فك قرب، هيفك معك قرب شديد، في فك قرب شديد. شايف برضو في عتبة من مكان لمكان فيها راحة ليك، هتنتقل من مكان لمكان، وهي المكان هيكون فيه راحة ليك. شايف في شخص هنا محتار او غيران او مشتاق ليك، هنقوله حبيب، او في شخص محتار او غيران وهذا مشتاق ليك، في تغير ان شاء الله في حياتك. انا شايف هنا ان شاء الله الايام القادمة ستنتهي من كل هذا الطاقات السلبية بالكامل. يعني انت مقبل على خير، في جبر خاطر ليك، في رزق وفير، في رجوع منفصلين باذن الله. شايف في رجوع للعقرب منفصلين، في اخبار حلوة ومقبلة لشخص يهمك امره او شخص حبيب. شاف هنا في زيارة لمكان في خير ليك إن شاء الله. شاف الأيام القادمة الأكثر حظا وأسرع تأثيرا إيجابيا بعون الله، في مرحلة انتقالية وبداية تحسن النفسية. أنا شاف هنا في مناسبة عائلية سعيدة في الطريق ليك، فاستمتع به وربنا كاتبها لك فيها كل الخير. شاف هنا في بسم الله الكاشف، في ورق يخص المال بإذن الله، في ورقة يخص المال راح تخلصه في مرحلة جاية لك خير بإذن الله تعالى. انزل في التعليقات صلي على الحبيب المصطفى بنية الفرات وفتح الأبواب المغلقة عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك، وأنت خير المبشرين كلها، وأكثر من قراءة سورة التوبة. ونشوف رسالتك بتقول لك إيه يا مواليد برد العقرب، ففضلا وليس أمرا أحبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. دعواتك عند ربنا مش نسيها أبدا، واللي تعبك هيدوق قهرك عن قريب. دعواتك عند ربنا مش نسيها أبدا، واللي تعبك وقهرك هيدوق، يعني هيدوق عن قريب، اللي عمله فيك هيدرى فيه. فضلا وليس أمرا أحبابي في الله ادعموا الفيديو باللايك، ونسيب لكم اللينك في صندوق الوصف للعلاج.